عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها الدوري برئاسة معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، حيث استعرضت اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها التي تضمنت عددا من المشروعات بالقوانين والقرارات التي عدتها اللجنة بناء على طلب الحكومة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء المقر للنظر واعتماد ما يراه مناسبا في خصوصها. كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عددا من مشروعات القوانين المعدة بناء على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني. وقامت اللجنة أيضا بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وقد أعدت اللجنة بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناء على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة. وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء المقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلا عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من الوزارات والجهات المختلفة.